نذهب إلى الفنان شريف دسوقي وحالته الصحية. والحقيقة أنه خبر كان صادم جدا، أنه تعرض لي يعني هو دخل جراحة، هو كان تعرض لإصابة ثم دخل جراحة بترت ساقه في هذه الجراحة. خلونا نفهم أكتر إيه تفاصيل هذه الإصابة. معي على الهاتف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. دكتور مساء الخير يا فندم. اولا قل لي البيان، انتوا اصدرتوا بيان منذ قليل، بيانين، اشرح لي بالظبط حاله اشرف دسوقي، واعتقد ان في بيان شريف دسوقي، واعتقد ان في بيان بيتحدث انه الرئيس السيسي اطمأن بنفسه على حاله الفنان شريف دسوقي. طبعا خليني باسم جمهور الفنانين كلهم اتقدم لفخامه الرئيس بخالص الشكر والتقدير والعرفان، لانه سيادته بنفسه تابع الحاله وامر بتسهيل ويعني كافه كل شيء خاصه بالفنان شريف الدسوقي، وصرف معاش استثنائي فورا للفنان شريف الدسوقي. فانا بشكر فخامه الرئيس، هذا يدل على تقدير القياده السياسيه للفنان المصري ودوره وما يقوم به. الفنان شريف الدسوقي كان من فتره وعنده قدم سكري وقد اصيب وكان بيتعالج منه، والحقيقه هو كانت مره يعني بنحاول نقنعه يخش المستشفى علشان موضوع رجليه، وكان دايما يقول انا كويس وبتاع، لغايه من حوالي اسبوع بدانا يعني نضايق الخناق عليه، وكان ده بالتواصل مع السيده وزيره الصحه، وبالفعل جبناه هنا القاهره ودخلناه المستشفى، بس بعديها بشويه هو برضه ما رضيش وسافر اسكندريه، وبعدين في اسكندريه لان هو من اسكندريه فكل فنانين اسكندريه تكاتفوا ونقلوه فعلا المستشفى، وكنا متابعين معاهم، والمستشفى قالت ان القدم السكري للاسف حصل فيها يعني اشياء معينه لازم نبترها والا هيحصل تسمم في الجسم كله، واتخذوا القرار فعلا امبارح بالليل وتم عمل العمليه دي. طيب بس هو حالته كويسه ومستقره ونفسيته كويسه جدا جدا. ما هو ده بقى انا عايز اسالك عليه، لانه انتوا بتقولوا يعني كان في كلام كده على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا انه هو استنجده بالنقابه في الاول، وده كلام على لسان بدريه طلبه انها استنجده بالنقابه في الاول، وبعد كده النقابه قالت لا هو عضو غير عامل وبالتالي ما نقدرش ننفق على هذا المرض، فايه القصه دي وحقيقتها؟ لا هذا الكلام غير صحيح وعلي تماما من الصحه. هي طلبت مني جواب، قلت لها لا يا بدريه انا مش هديكي جواب، انا هديكي الفلوس نقدا. ايوه الفلوس من ايه؟ من النقابه ولا من صندوق النقابه ولا من ايه؟ من النقابه يا فندم. النقابه وحضرتك عارفه ان النقابه بتكفل كل اعضائها وكل الاسر الفنيه. حتى لو كان هو عضو ايه؟ عامل ولا غير عامل؟ هو عضو منتسب، حتى لو منتسب يا استاذه بنيس احنا بنكفل حتى لو مش عضو. طالما في الاسره الفنيه او طالما له علاقه بالاسره الفنيه، احنا عندنا عاملين جروب اسمه سعد الزملاء في كل الفنانين، بطلب في دقيقه رقم معين بيجي لي بعد 5 دقائق، ما حدش بيتاخر علينا. طيب مستحيل بدري طلبه تقول حاجه زي كده. فلم يحدث، يعني هي لما اتصلت بيك لم يحدث ان حضرتك قلت لها لا والله ده مش عضو عامل فبالتالي مش هديكي الفلوس؟ لا ما اعتقدش ان بدري تقدر تقول حاجه زي كده، ما ينفعش تقول حاجه زي كده. يعني احنا شفناه على يعني نقلا عن لا نقلا لا. عن نقلا اجتهادات بقى اجتهادات من الناس، انما حضرتك عارفه ان نقابه المهن التمثيليه دورها وتحديدا في المجال الاجتماعي والصحي متميز جدا، والان وبعد تعليمات فخامه الرئيس خلاص كل شيء بقى انتهى، وبعد رئيس الجمهوريه ما يتكلم ما حدش فينا يقدر يتكلم خلاص، يعني سيادته بنفسه بيتابع الحاله وصرف معاش استثنائي وكل شيء يعني تم توفيره من فنان شريف الدسوقي. طيب غير كده هو كان اصيب اعتقد في عمل سابق، يعني هل انتوا رعيتوه بعد هذه الاصابه؟ يعني برضه ما في يعني مثل هذه الحالات، دي مش حاله واحده، دي حالات كتيره جدا. والفنانين بيصابوا نتيجه اعمال، واحد وقع عليه ديكور، واحد فرقع في وشه ومش عارفه ايه، يعني في حالات كتيره جدا وممكن ما يكونش عضو عامل، ازاي انتوا النقابه بتتعامل مع هذه الحالات يا دكتور؟ بص يا فندم احنا بنتكفل بعضو النقابه او من ينتسب للاسره الفنيه بكافه كل شيء. وانا مش بصدد وما بحبش اتكلم بذكر اسماء او نقول عملنا او ما عملناش، ولكن شريف كان من النوع اللي يعني صعب شويه، عامله رجليه كويسه وبعدين والله بقت كويسه،
طب يا شريف تعالى نبص يا مستشفى، احنا السيده وزيره الصحه بنفسها من 4 ايام امرت بنقل وبهنها بالفعل من اسكندريه للمستشفى هنا في القاهره، ومتابعه من السيده وزيره الصحه نفسها، ثم هو تاني يوم مشي. انا بقيت كويس. هو نفسيته بقى لها فترة تعبانة وكان عليه هجوم شديد لأسباب مختلفة، فهو كمان نفسيا حاسس ان هو يعني يعني هو نفسيته تعبانة بقى لها فترة. يعني هو كان قبل كده قادر يجي لي بقت كويسة الحمد لله، لكن الدكاترة لما جبناه هنا وده كان تحت إشراف وزارة الصحة قالوا ان الرجل القدم السكري فيها مشكلة كبيرة وقد نلجأ للبدلة. فاحنا حتى ما قلنالوش الكلام دوت، بس هو كان عارف ان رجليه يعني فيها مشكله. سافر اسكندريه ثاني يوم الصبح وحاول اخوه الاستاذ طارق ان هو حتى يمنعه من السفر، فشل. وبعدين اما سافر اسكندريه تم التنسيق مع جميع فنانين اسكندريه وبالفعل كلهم قعدوا معاه واتكلموا معاه واقنعوه ان لازم يخش المستشفى. وبالفعل دخل امبارح بالليل بالعافيه المستشفى وتمت العمليه. ايضا كان ليكم بيان تاني سابق للبيان حول يعني اتصال السيد الرئيس، وبنشكره طبعا على اهتمامه بالفنانين، بيان له علاقه بالشركه المتحده بانها تكفلت رعايه الفنان شريف دسوقي، لو تكلمنا عليه يا دكتور. كان قبل يعني اتصال بفخامه الرئيس كانت الشركه المتحده بادرت ايضا بتحمل تكلفه علاج الفنان شريف دسوقي. أنا بشكرك دكتور أشرف زكي، طبعا هتتابعوا الحالة يا دكتور أشرف طبعاً ويعني طبعاً أكيد طبعاً. أنا متأكدة من إنسانية حضرتك أساسا كإنسان وطبعا من دور النقابة. بشكرك دكتور أشرف زكي، بشكر السيد الرئيس على اهتمامه بهذه القضية يعني واهتمامه بالفنانين، ما هو لما الرئيس يهتم بالفنانين، الفنانين دول جزء من هذا المجتمع، كل الفنانين بالذات في 100 وش كتبوا على صفحاتهم على السوشيال ميديا بيؤيدوه، نيل مصطفى درويش، آسر، ياسين، كل الفنانين نزلوا بوستات على صفحاتهم على السوشيال ميديا بيدعموه، أستاذ جمال العدل طبعا اللي بنشكر المتحدة، يعني كل الناس اتكلموا على شريف دسوقي، ونتمنى انه يعني ربنا يعني يقومه بالسلامة.